مرحبا بكم في قناة منار الثقافة. في هذا الفيديو سأجيب عن سؤال: هل تزوج السلطان سليم الثاني السلطان نوربانو أم لا؟ سبق وأن نشرت تقرير سابق عن السلطان نوربانو، ذكرت فيه معلومات كثيرة عن السلطانة، لكنني لم أذكر هل تزوجها السلطان سليم أم لا. ربما لم يكن السلطان سليم شجاعا وقويا كإخوته مصطفى وبايزيد، ولكنه كان ذكيا جدا. انحنى لعاصفة السلطة ولم يشأ أن يغضب أباه أبدا، لذلك لم يتزوج بالسلطانة نوربانو طوال الفترة التي كان فيها أميرا، والتي انتهت سنة 1566 عندما توفي السلطان سليمان وأصبح سليم سلطانا. كانت نوربانو عندها في 41 من عمرها. أصبحت خاسكي سلطان وأصبحت تتلقى أكثر من 1000 ذهبة يوميا، في حين أن مفضلات السلطان الأخريات كن تتلقين 40 ذهبة يوميا. لم ترضى نوربانو بذلك فقط، فبعد 5 سنوات من استلام سليم للسلطة أي سنة 1571 تزوج سليم الثاني من نوربانو لتصبح بذلك زوجته الرسمية. كانت نوربانو عندها في 46. تزوجها تقريبا بعد حوالي 30 سنة من لقائهما الأول، أي أن الأمر كان شكليا نوعا ما حتى لا تقل منزلتها عن منزلة السلطانة هورم. وبعد 3 سنوات من زواجهما أي سنة 1574 توفي السلطان سليم الثاني وهو يبلغ من العمر 50 عاما، لتصبح بذلك السلطانة نوربانو أول جارية في التاريخ العثماني تصبح سلطانة أم، وثانية جارية يتزوجها السلطان. هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن ينال أعجابكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. لا تنسوا من فضلكم الاشتراك في قناتنا إذا لم تكونوا مشتركين فيها بعد، وتفعيل جرس التعليقات ليصلكم كل جديد.